تربوياً أكد وزير التربية عبد الحكيم بالعابد أن أساتذة الإنجليزية الذين استفادوا من عقود تدريس هذه المادة خلال هذا الموسم الدراسي 2022-2023 ولم يستفيدوا من التكوين لا يمكنهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية للتدريس، ملحاً في ذات الوقت على إجبارية حضور أساتذة اللغة الإنجليزية الجدد والتحاقهم بالتكوين الذي يدوم إلى غاية 19 سبتمبر الجاري. وقرار لقي ترحاب كبير في المجتمع الجزائري بإدراج تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة التعليمية الابتدائي، وكان ذلك بالفعل. وما دمتم تسألونني على جاهزية وزارة التربية في هذا الأمر فنحن جاهزون، تم وضع كل التحضيرات سواء ما تعلق بالتأطير أو بالبيداغوجيا أو التنظيم التربوي أو الكتاب المدرسي، ولكم أن تطلعوا أن في هذا اليوم بدأت شرعت مؤسساتنا التعليمية المدارس الابتدائية في استقبال كتب الإنجليزية، وهذه المادة سيشرع في تدريسها ابتداء من السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، وستتدرج إن شاء الله للسنة الرابعة والخامسة تباعا، لأنه المجلس الوطني للبرامج وكذلك الخبراء والمعنيون الذين عملوا على الملف رأوا أن مرحلة يعني مدة تعليم الإنجليزية في الدور الابتدائي لابد أن تكون على مدار 3 سنوات. سنشرع ابتداء من هذه السنة إن شاء الله في السنة الأولى مدة هذه المادة في التنظيم التربوي على مستوى مدارسنا، ستكون في حصتين، كل حصة مداها 45 دقيقة. التأطير تم توفيره بحمد الله، يعني تفاجأنا خيرا لما شرعنا في عملية التوظيف عن طريق التعاقد، عدد المترشحين كان كبيرا وكبيرا جدا، وسيرنا العملية عن طريق الأرضية الرقمية لتكون هناك شفافية كبيرة وأمام الجميع، بحيث أنه الآن شرع بعد توظيف هؤلاء عن طريق التعاقد واستلامهم لعقودهم، شرعوا في عملية تكوينية امتدت يعني من يوم 8 من الشهر الجاري إلى يوم 19 على أن يلتحقوا بمدارسهم. بالنسبة للتكوين التحق أبناؤنا يعني المترشحين يعني الذين حازوا على عقد وفق ترتيبهم، والترتيب احنا المعايير تاع الترتيب قمنا بالمعيار الاول هو الجوارية مع المدرسة يعني البلدية، ثم بعد ذلك أقدمية الشهادة، وعند التساوي نلجأ إلى أكبرهم سنا. التكوين شرع في التكوين، والتكوين هذا هو تكوين إضافي، لأن هؤلاء لديهم الشروط القانونية للتدريس حسب القوانين السارية المفعول، وهي شهادة ليسونس في الإنجليزية أو شهادة مترجم من أو إلى الإنجليزية. يبقى فقط أنه لابد كقرانهم ممن يوظفون جدد لابد من أن يتلقون تكوين متخصص. تكوين هذا التكوين يتكون من 7 مقاييس، هي هذه التكوين يأتي لتكوينهم في يعني في الجوانب الخاصة بحرفة التعليم وبمهن التعليم، لأنهم تكونوا أكاديميين يبقى فقط أن يتلقوا هذه المقاييس، ومن هذه المقاييس هو علم النفس، هو المنهاج، هو كذلك تقنيات تنظيم وتسيير القسم، هو كذلك البيداغوجيا في القسم، يعني هي مقاييس التي تساعد هؤلاء لكي يقوموا بواجبهم كما هو مستلزم. فقط يجب أن أشير إلى أنه من أبنائنا الذين تلقوا فرصة للتوظيف ولم يتلقوا في التكوين فلا يمكنهم الالتحاق، لابد أن يكون رتب وحاز على 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 عقد، ثم لابد من مرور وجوبا من مرور على التكوين، لأن هذا التكوين هو الذي يعطيه كفاءات إضافية لكي يستطيع القيام بمهمة.